السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد. أتمنى أنكم تكونوا بخير. أول شيء حبيت نشكركم على كل التعاليق والكلام الطيب اللي خليته لي في الفيديو السابق، فأنا أيضا سعيدة بعودتي إليكم. وكما وعدتكم في الفيديو تاع اليوم راح ندير لكم ملخص تاع العملية اللي قمت بها بإدخال نباتاتي إلى المنزل في خلال قبل فترة الشتاء طبعا، والعناية اللي نقوم بها أثناء ذلك. فكما راكم تشوفوا الان راني نوري لكم لقطات من النباتات في بدايه شهر اكتوبر، يعني بدات تنزل درجات الحراره لكنها كانت يعني ما زالت فوق الصفر. فبديت بالنباتات الاستوائيه هي اول شيء، لانها هي التي لا تتحمل درجه يعني المنخفضه. فاقل شيء هي لما تكون 10 درجات، فهو اقل شيء 10 درجات مئويه فوق الصفر هو اقل شيء تحتمله. فاحنا في بدايه شهر اكتوبر، فهذه هي درجات الحرارة اللي توصل لها، فأقوم بإدخالها. قبل ما ندخلها للبيت نقوم فقط بغسل الأصص وحتى النباتات، نرشها بالماء إذا كانت فقط بعض الأغبرة ولا بعض العناكب تاع الحديقة، الحشرات اللي تكون متعلقة، فعلى الأقل نقص كما يقولوا أكبر كمية منها. ومن بعد أقوم بإدخالها للبيت باش نقوم بالعملية الثانية، اللي هي اني نوضع لهم محاليل يعني وقائيه باش ما تهاجمهاش الحشرات اذا كان فيها بيوض بقات فيها او شيء من ذلك القبيل. اذا بعد ما نكمل بالنباتات الاستوائيه نرجع للعصاريات، لانه هذه العمليه نقوم بها على عده ايام. كما تعرفوا انا اشتغل في ايام الاسبوع، فعندي فقط نهايه الاسبوع اللي نقوم بها. اذا شوفوا هنا يا حاله المطبخ، لانه هو اول من الحديقه، الباب تاع الحديقه اللي يدخل منزل يدخل مباشره الى المطبخ، فراه المطبخ تم احتلاله من النباتات، لانه هنا اللي نقوم بالعمليه تاع التنظيف او اني نوضع لها المحلول اللي يحميها من الحشرات. اذا اول شيء نستعمل واحد المحلول شريته يعني على موقع الامازون، هو يقولوا بلي هو خاص بالاشجار وكل شيء، لكن انا نستعمله ايضا النباتات الداخليه. وبعد ذلك ايضا ارش الاوراق بمزيج. هنا كنت تشوفوا القاروره هذه اللي احنا حطيت هذاك النشاف في الارض يعني باش يمتص الماء كي نرش الاوراق عفوا. اذا كما قلت لكم عندي محلولين، ندير واحد فيهم نسقي به تربه، اذا هذا اللي راكم تشوفوا فيه القاروره هذه او العبوه الكبيره هذه، هما صحيح حاطين باللي هو من اجل اشجار الفواكه والخضر، لكن قريت في يعني باللي نقدروا نستعملوه ايضا للنباتات الداخليه، فهذا نخلطه مع الماء ونسقي به التربة، فالجذور راح تمتصها وتعطي وقاية للنبات باش يكون مقاوم طول يعني موسم، يقولوا لي موسم كامل. بالإضافة إلى ذلك فهذا هو يعني نوضع بعض الصابون تاع أي صابون طبيعي، تقدروا تستعملوا صابون الأواني مع هذا المحلول الأصفر اللي هو خاص بأيضا الحشرات، بالإضافة إلى بعض القطرات من زيت النيم. هنا القارورة تاعي أو العبوة تكسرت فوضعتها في هذه مؤقتا، نوضعهم مع الماء ونحطهم في هذه القارورة البخاخة اللي نرش بها الأوراق من فوق ومن تحت. شوفوا حالة المطبخ في هذه الفترة، يعني راني نوري لكم الواقع اللي نعيشه في هذه الفترة الانتقالية كما يقولوا، اللي قبل ما ندخل فيها يعني لما ندخلها نوضعها هنا مؤقتا، نقوم بالعناية. شوفوا هذو حبة طماطم الأخيرة اللي قمت بقطفها، خليتها تكمل النضج تاعها في المنزل، هذو كنت غرستهم في البيت. إذا هذه هي كما قلت لكم النباتات راهي هنا مؤقتا، ومن بعد نوضعها في الأماكن تاعها. كما راكم تشوفوا هنا النافذة هذه تاع غرفة الجلوس، نوضع أكبر شيء من النباتات تما، واللي ما يكفيش نحطهم تحت الأضواء الصناعية. الآن بعد بضعة أيام كي كملت مع النباتات الاستوائية، رجعت نقوم بنفس الشيء مع النباتات العصارية. كما راكم تشوفوا هي عددها كبير اللي عندي، فناخذ هذه السلال الصغيرة نوضعها في السلال ونقوم بادخالها ايضا. كنت تشوفوا شحال عندي منهم كثير، لاني نخليهم تما، لانه لما يكونوا في البيت ونسقي باش ما يخرجش الماء يوقع لي في الارضيه ويشمخ لي الارض، فهذاك الماء الاضافي يبقى داخل السلال هذوك. شوفوا فقط هنايا تحسوا باللي يعني فعلا رانا نقترب من نهايه الخريف، الاشجار كلها وقعت اوراقها، يعني تقريبا كل النباتات خلاص راهي هذو النباتات حتى على الحديقه، يا اما موسميا نخليها
تموت حتى الموسم الجديد كيما هنا. الزينيا ما زالت والله رانا في تقريبا هنايا في نهاية شهر أكتوبر وما زالت مقاومة وما زالت تعطيني بعض الأزهار، هي والأضاليا. الأضاليا عندها الدرانات تاعها اللي نستخرجها، لكن مازال ما وصلش الوقت اللي نستخرجها، حتى الأوراق تاعها كلها تجف. يعني لما تجيب موجة الصقيع الأولى تما اللي نقوم. شوفوا حتى هنا النباتات الجيرانيوم، وشوفوا هنا الأضاليا، قلت لكم مازال تعطيني الأزهار. كما قلت لكم الأضاليا حتى يخلصوا كامل الأزهار والأوراق تاعها كلها تجف بعد أول موجة الصقيع، ثم نستخرج درانات ونخبيها في البيت. أما الزينيا فهي موسمية، فنخليها فقط نعاود في الموسم القادم نزرع البذور فتنمو بسرعة. شفتوا هنا الأوراق تاعها بدأت تتأثر بالبرد لأنه بدأتنا درجات الحرارة خاصة في الليل تنزل تماما. إذا نعاود نرجع أنا يا راني وريت لكم فقط تشوفوا منظر الأشجار وهي تفقد في الأوراق تاعها. يعني حتى في الخريف يعني مناظر جميلة. الآن نرجع للنباتات، هادو خليتهم هما الآخرين، ما نعرف دوك ما نحكي لكمش عليهم الآن، ربما في فيديو آخر نحكي لكم على هاد النبتتين اللي خليتهم تما. إذا نكمل نفس الشيء مع العصاريات كامل نجمعهم. هنا حبيت نوري لكم نباتات الكالاديوم، هذه راكو تشوفوا راهي ذبالت كامل. هذا هو الوقت اللي نستخرج فيه الدرانات او الابصال تاع الكالاديوم ونخبيها. كما راكو تشوفوا لما تجف الاوراق، لانه نخلوها حتى هذيك الاوراق تعطي الطاقه للدرانات فتم نستخرجها. كما راكو تشوفوا هنايا هذه هي الدرانات، دوك ننظفها من التربه، نقطع دوك الاوراق الجافه ونخبيها في مكان مظلم وبارد طول فتره الشتاء داخل المنزل طبعا، لانه في الخارج تتجمد، وفي الربيع نعاود نغرسهم. هذه هي هنا راكو تشوفوا نبات السجاد دبل كامل. وشنو انا لانها كبيره بزاف فناخذ فقط منها بعض العقل ونخليها داخل البيت، وفي الربيع نعاود نغرسها تعاود تكبر بشكل كبير. اذا شوفوا السلال تاع العصاريات راهي دايره هنايا، كما يقولوا لا ليني، راهي في صف تنتظر الدخول الى المنزل. نحطهم هكذا كامل باش من بعد كي ندخلهم يجوني ساهلين كي ندخلهم في البيت. اذا هذه هي، نقوم بنفس الشيء كما عملت مع النباتات الاستوائيه، نقوم بتنظيفها، نرشها بالمحلول تاع النيم والزي والصابون والماء، وباش نتاكد. ومن بعد لما يعني نقوم بهذه العمليه كامل، نفس الشيء راكم تشوفوا المطبخ راهو في حاله، كي نكمل اقوم بوضعها. العصاريات نوضعها في الطابق السفلي اللي في المنزل. شوفوا هذه الشجره تاع الليمون، كنت خليتها بدا والاوراق تاعها بسبب البرد يعني جفت، لكن هذه كامل وقعت، لكن عاودت في مع الوقت عطتني نباتات او اوراق اخرى عفوا. وهذو العقل تاع السجاد مع بعض تراديسكانتيا اللي خليتها هنا تتجذر من النبته الام، لانه نباتات الام كانت كبيره بزاف ما قدرتش ندخلها. الان نوريكم النباتات بعد ما يعني حطيتها في الاماكن تاعها. يعني نباتات الاستوائيه اغلبها راهي في الطابق العلوي، والنباتات العصاريه موجوده في الطابق السفلي. صح ربما البعض منكم راح يقول لي بلي العدد تاع النباتات راه كبير بزاف وفقدت يعني الجمال، أشارككم الرأي أوافقكم الرأي، لكن أنا مضطرة أن أقوم بذلك لأنه بسبب البرد الشديد من المستحيل أني نترك النباتات في الخارج. حتى إذا حاولت نوضع لهم بيت زجاجي أو بيت بلاستيكي فهذا غير ممكن بالنسبة لي، بسبب أن درجات الحرارة تنزل عندنا حتى أحيانا ناقص 30 درجة تحت الصفر، فلازم عليا ندخلهم في البيت فترة مؤقتة، لأنه فترة الشتاء بالنسبة لي هي فترة فقط يعني اللي نحافظ عليها باش ما تموتش، ومن بعد في فصل الربيع نعاود الأغلبية نخرجها للحديقة وتبقى فقط البعض منها في المنزل. بالنسبة للسقي في فصل الشتاء اللي أنا أسقي حوالي العصاريات ربما مرة في الشهر، نعطي لها فقط القليل. بالنسبة للنباتات الاستوائية مرة كل أسبوعين تقريبا نسقيها، لأنه درجات الحرارة عندي في البيت يعني مع أنه يعني نقوم استعمال تدفئة، لكن نوضعوها حوالي 20 درجة مئوية في النهار، وفي الليل تنخفض حتى 18 لأنه في الليل رانا نايمين طبعا. هذا طبعا باش كما يقولوا نقصوا شوية من الفاتورة تاع التدفئة، لأنه كنت عارفوا لما تكون درجات الحرارة في الخارج تحت الصفر باش تطلعيها ل 18 20 فالاستهلاك يكون كبير، فما نحبوش يعني نوضعوا درجات حراره يعني 24 25 فهكذا. وبالتالي لانه الجو بارد نوعا ما في البيت فما تحتاجش بزاف الى السقي،
وأيضا الضوء راه ناقص مع أنها موجودة تحت قدام النوافذ، لكن طبعا كمية الضوء تاع الشتاء مختلفة. النهار قصير، المغرب راهو على الساعة 5 مساء راهو يطيح الليل، بالإضافة إلى أنه بسبب الغيوم فدايما الضوء خافت. والنباتات في هذه الفترة طبعا فهي تروح في فترة سبات، أو على الأقل يعني النمو تاعها ما راحش يكون بنفس السرعة، لذلك فالسقي تاعها يكون يعني الإنسان يقدر يشوف فقط لما يعرف بلي التربة جفت يسقيها شوية فقط. هذه ما نقولوه مع الوقت بالتجربة حسب الظروف تاع البيت، الإنسان يعرف شحال لازم يعطي النباتات تاعو من الماء. إذا هذه هي كما قلت لكم، أنا في فصل الشتاء أو أكثر شيء اللي ياخذ لي الوقت أكثر هو مراقبة الآفات والحشرات، لأنه في البيت الجو دافئ نوعا ما، ما كاش حشرات أخرى اللي رايحة تتغذى عليها كما كي تكون في الحديقة، فلازم ننتبه. فمرة في الأسبوع نقوم ب يعني نراقبهم، لما نشوف الحشرات نقوم بالخليط تاعي كما قلت لكم، صابون الأواني مع بعض زيت النيم، وحتى الكحول أيضا الكحول الطبي نخلطهم في الماء ونرش النباتات بهم لأتفادى هذه الحشرات اللي تقدر تقضي على النباتات تاعنا. هذا هو بالنسبة لفيديو اليوم، نتمنى نكون فدتكم ولو بالقليل. أشكركم على المتابعة.